أثارت قضية احتجاز ثلاث شقيقات في أبوظبي اهتمام منظمات حقوق الإنسان. كانت الشقيقات قد طالبن في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن شقيقهن عيسى خليفة السويدي المدير السابق للمنطقة التعليمية في أبوظبي الذي حكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الإمارات فيما عرف بقضية الإمارات 94 نسبة إلى عدد المتهمين بالقضية. بلغ عدد الذين حكم عليهم بالسجن 69 شخصا اتهموا بعضوية جماعة الإصلاح المقربة من جماعة الإخوان المسلمين. نظم عدد من النشيطات احتجاجا أمام سفارة دولة الإمارات في لندن للمطالبة بالإفراج عن الشقيقات أسماء ومريم وأليازيا خليفة السويدي المحتجزات في أبوظبي. الحرية لكل سجين. وحاولت النشيطات تسليم كتاب موجه إلى حكومة أبوظبي يطلب منها إطلاق سراح الشقيقات، إلا أن موظفي السفارة رفضوا استلام العريضة. وتقول إحدى الناشطات التي رفضت الكشف عن هويتها إن قضية الشقيقات السويدي تدل على التضييق الذي يتعرض له المعارضون في دولة الإمارات. من خلال تجربتنا ويا هذه القضية، قضية الأحرار، أن لا يكون هنالك أي تفاعل مع قضية المعتقلين، وما في أي مؤسسة في دولة الإمارات تتفاعل مع قضية أحرار المعتقلين. وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان ومقره لندن قد دعا إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة في حي كنزينغتون وسط لندن لإلقاء الضوء على قضية الشقيقات، وصف احتجازهن بأنه خطوة اعتباطية تنتهك القانون والعادات الإماراتية، ويأتي في إطار التضييق على النشطاء الذين يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بتطبيق إصلاحات ديمقراطية. كما أصدرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بياناً دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن الشقيقات اللواتي استدعين للتحقيق في 15 من الشهر الجاري في أحد المراكز الأمنية في أبوظبي. وترفض حكومة الإمارات التهم الموجهة إليها باستخدام التعذيب ضد المعارضين، وتقول إن الأشخاص الذين حكم عليهم فيما يعرف بقضية 94 يعارضون نظام الحكم في البلاد، وأنهم يشكلون خطراً على الأمن الوطني، وقد حكم على 69 منهم بالسجن ما بين 7 أعوام و15 عاماً. وقد حاولت بي بي سي الحصول على رد فعل من السفارة في لندن، إلا أنه تم إبلاغنا أنه لا يوجد من يتحدث في الموضوع. محطة البي بي سي. كما اتصلنا بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان الرسمية في أبوظبي التي نشرت أرقام هواتفها على البريد الإلكتروني، لكنها هي الأخرى لم تستجب لاتصالنا. ويقول النشطاء الذين يتابعون قضية الشقيقات إن هناك اهتمام كبير بقضيتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسيلة الإعلامية الأكثر استخداماً في منطقة الخليج. أسامة كرماوي، بي بي سي، لندن.